انتي تعبتي حالك كتير. شو اعمل ابرو؟ شو اعمل؟ حط ايدي على خدي واتفرج؟ مو قلتي انه الشاب اعترف عليه؟ فرهاد مذنب معناها. اعترفي بهالشي، ما ضل شي سيء ما عمله فرهاد معك. ليش عم تعاندي كل هالقد؟ لا انا ما عم عاند ولا شي ابرو، هاد ما اسمه عناد ولا شي. انتي ليش ما عم تفهمي علي ومصرة ما تفهمي؟ فرهاد بريء تماما. على فكرة الحب عمالك عيونك اصلي. مو انتي كنتي تقولي انه هالزلمة كان بده يقتلني لسبب ما بعرفه ولا إلي علاقة فيه، مو هيك؟ ايه صح قلت، بس هو تغير كتير وهالشي واضح تماما. لا هو مثل ما هو، انتي يلي تغيرتي اصلي، انتي صرتي بتحبي يلي بده يقتلك. ليكي بعرف اني عم ضايقك بهالحكي وانتي معك حق، بس فرهاد حبيبك هو القاتل. مو صح، مو صح. شاهين جيغال هو ورا كل شي، فهمتي؟ هاد الزلمة وما بعرف شو السبب بده ينتقم من هاي العيلة بأي طريقة وعلى حساب أي شي. وهو ورا كل شي مو منيح عم يصير معه، وإذا مو هو بتكون عيلته. وبكرة بتقولي قلتلك. عم تقولي هيك لأنه أنت حابة تصدقي. طيب أنا رح حط لبنة وجبنة وزيتون وأنت عملي الشاي. ما في ولا احتمال ده. بدون أي اعتراض أنا رح نعمل اليوم بالصالون، ماشي؟ ابرو ما في داعي تعملي هيك. مشان إيه معقول اتركك؟ بدي اياكي ترتاحي، انت مو نايمه من امبارح. ليكي في بطانيه هون كمان. شو صار هيك؟ تمام. ايه اكيد، خدي راحتك على الاخر. إيه ماشي، ولا يهمك. يلا تصبحي على خير. اسمعي منيح، لا عاد تفكري باي شيء، ماشي؟ ماشي. طالعة مثل السمكة. بيجيت يا الله ساعدني. رد على التليفون، رد على التليفون. إبرو بنته لشاهين جيغال. يا الله شو لازم أعمل هلا؟ إبرو بنته لشاهين. يا جيت حياتي، أصلي عم بدي أقول لك إذا حابب ترد. أصلي أصلي شو في؟ ألو يا جيت. إبرو هي بنته للشاهين. كيف؟ أنت متأكدة؟ إيه أنا متأكدة، كان في بنت بالأوتيل بينت معي بتسجيلات الكاميرا، والطاقية اللي كانت على راسها هي نفسها، شفتها من شوي، والصور تبع الميتة ملاكة قدامي، أنا شايفتها بعيوني، هي نفسها اللي شفتها عندك. وكرت الأوتيل اللي كان قاعد فيه شاهين، ليكو أنا ماسكته بإيدي وعم اطلع فيه. جيت ما في ولا احتمال تاني. أصلي اطلعي من عندك ولا تتأخري، لا إشي طريقة واطلعي بسرعة. ماشي 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 ماشي، رح حاول. يجيت شوفي شو عم بيصير. بفهمك بعدين.
فهمني صار شي لأصلي؟ سونا افهمك بعدين. بترجاك دير بالك مني حن المكان يلي رايح عليه وخبرني وقت ترجع ماشي؟ ساعدني يا الله، كيف بدي اطلع من هون؟ أصلي لوين رايحة بهالليل؟ ما بعرف، حسيت هيك ضايق خلقي، قلت بطلع بشم شوية هوا بهالوقتها؟ برو أنا فيقتك ما هيك؟ لا أنا ما نمت لحتى فيق. فهمت، أنا رح أطلع لبرا شم شوية هوا وبرجع ماشي؟ انتي ما رح تروحي ولا لمحل. شو قصتك ابرو؟ عم قلك رح اطلع شم هوا وبرجع. انا سمحت لك وقلت لك فيك تطلعي؟ ابرو انتي شو عم تعملي؟ بما انه انتي عرفتي الحقيقة وبما انك كمان عرفتي انا مين بكون، رح نقعد ونحكي شوي، شو رأيك؟ فوتي لجوا، فوتي لجوا. إبرو ما في داعي لهالحركات، نزلي المسدس لنعرفني. ولا كلمة تانية. شو جنيتي كيف عم تعملي معي هيك؟ أنت رفيقتي الوحيدة وبتعرفي كل أسراري. أنت أقرب وحدة إلي. إبرو ليش هيك عم تعملي؟ أي صداقة هي اللي عم تحكي عنها بالضبط؟ أنا كذبت عليكي، عم تفهمي؟ كنت عم كذب عليكي وإختاعك كل هالسنين يلي مضت. أنا عمري ما كان إلي رفيقة بهالدنيا ولا رح يكون، لا بدار الأيتام ولا بأي مكان بالعالم. ما كان عندي غير أبي وأنتوا أخذتوه مني. إبرو أنا بفهم وجعك، بفهمك. أنت شو بتفهمي؟ شو يلي بتفهمي؟ أنت ما بتفهمي شي بالمرة. إبرو نزلي سلاحك وما تعملي شي تندمي عليه، خلينا نقعد نحكي بهدوء. قولي لي شو مشكلتك بالضبط؟ قولي لي أصلي، أنت فيكي ترجعي لي أبي؟ ها؟ أبي كان مثل روحي، أنت فيكي ترجعي لي روحي؟ وأنا شو عملت معي غلط؟ أنا شو ذنبي؟ شو إلي علاقة بهاي القصة كلها؟ بشو ضايقتك إبرو؟ صحيح انتي ما عملتي لي شي، بس انتي انوجدتي بمكان غلط وبوقت كتير غلط كمان، وللأسف قدرك تغير بنفس اليوم يلي طلب منك فرهاد ونامق انك تعملي هديك العملية. كنتي بتعرفي؟ طبعا كنت بعرف. انا يلي بعتوني شو نسيتي؟ عملت حيلة المريضة وقتها والكل صدقني. نامق كان رح يقتل كل يلي بيروح لهنيك أصلاً، بس فرهاد أول ما شافك حبك وما خلى حدا يقرب منك، بس إجيتي لعندي برجليكي. أنتي مجنونة. مجنونة؟ لا أنا عقلي بيوزن بلا. كل يلي عم أعمله أني عم حاول انتقم من الناس يلي قتلت أبي، من فرهاد ومن نامق، لهيك رح أقتل كل الناس يلي بحبوهم واحد واحد. أبي كان يقول إنه أكبر وجع للإنسان هو خسارة الناس يلي بيحبون. إيه؟ وأنا هلأ رح عايشن الوجع. إبرو هيك أنت اللي عم تخسري. فكري منيح، قتلي ما رح يكون حل لمشكلتك. أوه بس أنت كشفتيني أصلي، شو بدك يعني أعمل؟ خبيكي عندي كل عمري؟ أنت بنت ذكية بس ما بتعرفي تدبري أمورك، مشان هيك انتي أول وحدة رح أقتلك. جيم أكيد بيعرف من زمان، مع هيك بتحبي استناه ولا أقتلك قبل؟ شو رأيك؟ بتمنى أقتلك قدام عيون فرهاد خليه يعرف الوجع. إيه بس نصيبك. لا تعنيها.